المخرج إلي معلوف، أهلا وسهلا فيك عبر ميوزك نيشن. أهلا وسهلا فيكم، مسيكم بالخير. حاضرين اليوم معك وتكريم من قبل مجلة سيدتي وموقع سيدتي دوت نت أيضا، عم بكرموا نجوم كبار سواء بمجال التمثيل أو بمجال الفن والموسيقى أيضا. بداية، شو بيعني لك هذا التكريم وشو بتقول لسيدتي؟ أول شيء لسيدتي بدي بلش قلهم الله يوفقكم، بتمنى لهم المزيد من الانتشار والنجاح. وبالنسبة للتكريم، يعني الفنان ما بينطر إلا هالعالم تقدره، وهو هذا التكريم جزء من التقدير من مجلة فنية محترمة. الإعلامية ديانا رزق، أهلا وسهلا فيك عبر ميوزك نيش. مونسوار، كيفك؟ نحن معك هلأ بريد كاربت تحديدا هون، وأنت مكرم اليوم من قبل مجلة وموقع سيدتي أو حاضرة بس؟ خبرينا. لا، مني مكرمة، حاضرة دعيت كإعلامية لأحضر التكريم تبع كل الصحافة والإعلام وأهل الصحافة. بعرف أنه في كتير يمكن برامج مكرمة وحتى إعلاميين وحتى فنانين وغيرهم، بدي أتمنى لهم التوفيق. يعني بالنهاية نحن، أنا دايما من الأشخاص اللي بحب لبي الدعوات وبحب أكون موجودة، يعني حتى أنه يكون موجودة بتكريم يعني زملاء لإلي، لأنه بعرف يوما ما حيجي تكريم لإلي هم يكونوا موجودين. شو خبرينا اليوم، تكرمي أو حاضرة كإعلامية؟ كعضو من أعضاء أول شيء سيدتي، لأني أنا بالمجلة، ولنحن نكرم ضيوفنا يلي هن نجوم لبنانية. حب الجمهور الخليجي أنه يعتبرون أكيد من الأوائل بالأعمال الرمضانية سنة الماضية. أول شيء سعيدة لأنه أنا بسيدتي، أنا مش بس ملكة سيدتي، لقلك حتى لبس ضيف شغلي مهمة، أنه الحدث بحد ذاته هو ملك سيدتي، الحدث مش الشخص اللي قايم بالحدث، بقدر ما هو الحدث نفسه هو بيكون ملك بقلب سيدتي، وهي بتعرف سيدتي كيف تقيم كل حدث بيجيبه صحافي عندها. هلأ سيدتي قامت بتكريم الفايزين بالدراما، دايما سيدتي عندها هي الخطوة سنويا من خلال الاستفتاءات اللي بتقوم فيها، واللي مكرم أكيد بكون استفتاء صحيح، وسيدتي جديرة أن تكرمه وهو جدير أنه يفوز باستفتاءات سيدتي. الممثلة اللبنانية ورد الخال، مساء الخير لك عبر ميوزك. مساء النور. حاضرين اليوم معك بتكريم تقيمه مجلة سيدتي العربية وأيضا موقع سيدتي دوت نت، فأدي سعيد اليوم بأنك تكرمي كممثلة لبنانية، قدمت أعمال مميزة أيضا بالفترة السابقة. أول شيء أنا سعيدة كتير لأنه موجودة مع باقة من الفنانين اللي بحبهم كتير، وحلو كتير هاللفتة يعني من قبل مجلة سيدتي، والاستفتاءات اللي بتعملها دايما بتكون على مستوى حلو، ومبسوطة أنه الناس يلي بتحبنا منتشرين مش بس بلبنان، على صعيد الوطن العربي، ومن هون عم يجي الاستفتاء. إن شاء الله دايما ممثل اللبناني تكون واصلة صورته وأعماله بشكل صحيح. أجمل قتل بعام 2011، الفنانة نيكول سابا وأيضا الممثل يوسف خال، مساء الخير لك. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. حاضرين اليوم بتكريم تقيم مجلة سيدتي وموقع سيدتي دوت نت أيضا، قدي بداية سعيدين بهذا التكريم كنجمة وأيضا كممثل في عالم الدراما اللبنانية؟ بداية نبلش معك نيكول. يعني أنا أكيد بالنسبة لي مجلة سيدتي مجلة عربية بامتياز، وبيشرفني أكيد أنه ضمن هالاستفتاء اللي صار أنه أخذ لقب أفضل ممثلة لبنانية. بالنهاية الممثل قد ما بيصور وبيتعب بس يحس بهذا التقدير أو الجيست الصغير بينسى كل التعب، فبشكرهم أكيد، وإن شاء الله دايما الناس تحب كل الأعمال اللي منقدمه. مرسي. يوسف أيضا حاضر اليوم، فأنت مكرم بهذا الحفل، خبرنا قد سعيد بالبداية. لا أكيد، أنا دايما كنت أقول أنه ما بتعني لي الجوائز وما بتعني لي الألقاب وهالإشياء، بس لا، اكتشفت أنه لا، الناس ما فينا ما نشكرهم على 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 انتقاءهم لألنا أو على ترشيحهم لألنا لنستلم هيك جوائز. لا، الجوائز هي مسؤولية كتير كبيرة، بتخلينا دايما ناخد مهنتنا على محمل الجد أكتر، فأنا بشكرهم كلهم لأن رشحوني لهالدور، لهاللقب أو لهالجائزة. سيدتي بالبيت ولا سيدتي؟ بدي أقول أنا مبسوط كتير، فرحان أن أكون اليوم موجود بهالتكريم يلي فيه مصداقية كتير عند مجلة سيدتي، عند القراء بلبنان وبالعالم العربي.
وهذا الشيء بيعطيني دفع كتير مهم. والحلو انه كل سنة بتلاقي في ناس عم بيتكرموا وعالم عم بيكونوا موجودين بهالتكريم، اعلاميين وغير اعلاميين وفنانين. فسيدتي اسم كبير بالعالم العربي وبالصحافة المكتوبة، هذا الشيء بيعطيني دفع ومعنويات لأقدر كمل واستمر. وهذا الشيء بيخليني انه من 19 سنة بلشت بعدني موجود، هذا الشيء بيعني لي كتير. مساكم، خليكم يا رب. dotme.io وسام، تكرم اليوم من قبل مجلة سيدتي وموقع سيدتي دوت نت. بداية أدي بيعني لك هذا تكريم مجلة عربية رائدة مثل سيدتي كأعمالك وحتى كخوضك تجربة تقديم برامج تلفزيون؟ شو بيعني لنا؟ بيعني لنا أنه في ناس عم بتشوفنا وبتقلنا يعطيكم العافية، وبتقلنا يلا كمان مش ما توقفوا هون، كملوا لقدام. وخاصة وقت يكون في شيء من خلال استفتاء إذا بدك عربي، يعني مش بس لوكل محلي. فنحن منوجه لهم تحية لكل القيمين على مجلة سيدتي، ومنقول لهم نشكركم لأن أخذتوا رأي الناس فينا وإجتكم آراء على أساس نحن رح نتكرم.